دكتورة فاطمة، مساء الخير. اهلا بيك، اهلا بيك يا استاذ. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، كل سنة وانتي طيبة وانتي طيبة ومصر كلها بخير يا رب، ومنتصرة يا مصر دايما. أمين. ان شاء الله، ومن علا الى علا. امين يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي. بصي بقى، عايزين نفجر المفاجأة علشان علشان انا يعني السادة المشاهدين لازم يفتكروا انه بحضرتك شرفتيني هنا في لقاء على الهواء من مدة طويلة كده، وكنا بنتكلم فطلبت منك كتابة أشعارك، البعض منها بالعامية لأنك بتكتبي باللغة العربية، فطلبت منك. أنا شهيرة، خضيتي ساعتها وبعد كده أنا فضلت أزن عليكي، فبما أنك شاعرة بالفصحى فقلتي لي بصي أنا هحاول أجرب الفكرة اللي أنت قلتيها عليا دي. أنا مدينة ليك الحقيقة بالمحاولة. حبيبتي العفو. في العامية، والعامية هي طبعا بتصل إلى القلب والأذن أسرع من اللغة الفصحى. أيوة. فرغم عشقي وإدماني للغة الفصحى، لكن عندي يعني تجارب دايما أعيد الفضل ليكي فيها، عشان كده دايما أنت قارئ الأول لأي حاجة بكتبها بالعامية زي ما بتقول، والمستمع الأول لكل ما هو بالعامية. صحيح. نعمل مفاجأة بقى، نفجر المفاجأة للسادة المشاهدين. وعايزة أقول لحضراتكم دكتورة فاطمة نعوت ما قالتش الشعر اللي هتقوله ده في أي مكان يعني خالص. مش كده؟ الحقيقة هناك أنا كتبته يعني أيام قليلة، حزنا على ما يفعله الهاربون لقطر وتركيا في مصر، وهم من أبناء مصر. ده الأمر اللي بيحزنني جدا أكتر حتى من عداء الدول الحاقدة والحاسدة على مصر. لكن بحزن جدا من اللي تربوا في خيرها وكبروا في خيرها ويروحوا يخونوها. مش بقدر افهمها يعني. صحيح. نقول مع السياب يعني اني لا اعجب كيف يمكن ان يخون الخائنين، حاجه شيء مرير يعني. ايوه. فكتبت هذه القصيده عنوانها، سامحني المتابع، عنوانها الاغوات. تمام، اتفضلي. يا مصر، مين يشيل همك غير الاصيل اللي بيصون في المحن علمك؟ انا امك وانا بنتك وانا الدم اللي في عروقك وانا الشريان اللي بيحاوط على دمك. يا مصر، قومي وانفضي همك في كاس همي، انا شيل الاسى عنك ولا في يوم اشوف في عيونك الحلوه شرود وغيوم وحسره على اللي باعوك. عيال خاينه ما يستاهلوش ولا يسكون دمعة واحدة من عينك، ولدتيهم وسقيتيهم من لبن صدرك وكبروا في ظل صفصافك وشربوا الشهد من نيلك وأكلوا التمر من نخلك وفكوا الخط في كتابك ومدرستك وجامعاتك، ولما اشتد منهم عود صاروا مسوخ وغربان سود كريوا على بلاد تافهة كما الجرذان اللي بتعشت في أرض خراب وخانوكي. يا مصر، إياكي في يوم تبكي على عيل من عيال الوليد، مسيرة الدوحة تطردهم في عز الليل، واسطنبول لهم حتقول يا خاين يا اللي باع وطنه بحفنة مال، ملكش مكان على أرضي، مسيرك يوم تبيع عرضي بنص شوال من الدولارات كما الأغوات. وييجوا يا مصر يبكوا على عتابك دموع تماسيح، وانتي يا مصر هتفتحي لهم بابك بدون مفاتيح، عشان ما بتعرفيش تقسي حتى على الأسيين. كبيرة يا مصر وبتنسي، لكننا فاكرين مين صانك ومين خانك، صفحات ورا صفحات في كتابك بنملاها بأعمالنا، وأعمالنا مسطورة في كتاب محفوظ، سطور محفورة في تاريخي، ولا في يوم التاريخ ينسى ولا بننسى. ما شاء الله، إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ طبعا مش هتناقش معاكي في حته لو وقفوا على بابك، بابك مفتوح، لكن يعني دي لا لازم. انت هنا بتتكلمي على عظمه مصر طبعا. انا اقصد طبعا، بس اقصد معنى تاني اخر. انا على يعني الناس
أنا فاهم. لا ده لازم يجوا يتحاكموا محاكمة بتهمة الخيانة العظمى يا أستاذ عزيز. نعم. عشان كده أنا أرفض من يطالب بإسقاط الجنسية عنهم الآن. صحيح. لو أسقطتي عنهم الجنسية مش هتعرفي تحاسبيهم. حقك بالظبط. أيوة. لازم يتحاكموا بتهمة الخيانة العظمى. اللي خلاكي ومش بسهولة يعني ان الواحد يمسك قلم ودماغه تشتغل كده ويستدعي اشياء ويركز في فكره ويصر عليها، شايفه انهم خونه بزياده يعني، مش كلمه كده طبيعيه، مش كلمه خاين الطبيعيه، لا دول خونه بزياده قوي قوي قوي. ولولا التعفف ولولا عفه اللسان انطلق اللسان بما هو يعني لا تتحمله اذن، لكن انت عارفه ان انا بحافظ على معجمي طبعا طبعاً. مصر بالذات يا استاذه عزه استثنائيه جدا، باي انسان متحضر غير مصر يعشق مصر. انت تعرفي الانسان المتحضر سواء في اوروبا او في شرق اسيا او في امريكا او في اي حته في العالم، بتعرفي درجه تحضره من احترام وتقديره لمصر وتاريخه. يعني انا عندي هذا مقياس، زي كده مثلا يقول لك مقياس احترام المراه، احترام المعوق، احترام كذا، دي مقاييس على سلم الحضاره. انا احكم على تحضر الانسان من مدى احترامه لمصر وهو غير مصر. أيوة. فتخيلي لما بيكون مصري، لما بيكون مصري انت مصري وبتهدم في بلدك. صحيح. رخيص. كل ما رخيص. يحدث فيها، كل ما يحدث في مصر الان من نهضات على مستويات عده، وانت انت صديقه ليا في عصور قديمه، وتعرفي اني عمري ما يعني ما لا بعرف نافق ولا بعرف ولا عارف مطامع ولا الكلام ده كله. مصر الان اللي بتشوفه في نهضات في التعليم وفي الصحه وفي العمران وفي في الاستثمار وفي البنيه التحتيه وفي كل هذه الامور وفي تجديد الديون وفي كل هذه الامور، من لا يرى هذا فهو اعمى او متعامي او حاقد او كاذب. فانت تكون مصري وبتهدم هذه النهضات وبتنكرها وتكره الشعب في نفسه وتكره الشعب في وطنه، ده ملت ابوهم ايه؟ انا اسفه يا والله يا استاذ حمزه. الواحد حزين. دين ابوهم اسمه ايه؟ اه والله جمال بخيت شعر جميل. جمال جمال بخيت. دين ابوهم اسمه ايه؟ انا بقول لهم طينه ابوكوا جنسها ايه؟ من اي شيء قدوا نبته فاسده للاسف اتحسبت على مصر. ايوه صحيح صحيح. إيه انا نفسي بقى القصيده الجميله دي تتحط يعني تتقال بصوتك وتتحط صور الخونه كلهم ضروري ارجوك. ان شاء الله. سؤالي الاخير، سؤالي الاخير يا فافي، إيه ترجمتك الاخيره ايه؟ قوليلي. دلوقتي بعمل حاجه جميله، انطولوجيا شعريه لشعراء عالميين. الله. على الانجليزيه، هتطلع ان شاء الله قريبا، وايضا مجموعه قصصيه للقص الانجليزي البريطاني المعاصر جون ريفن كروفت. الله. برضه هتطلع ان شاء الله عن دار المدى، واهو بدات بقى انتبه للمشروع الادبي لاني اهملته طوال الفتره لما ينفعش، بس الحمد لله بدات استعيد نشاطي الادبي يعني. بالتوفيق يا رب ودايما ناجحه كده في حياتك.